إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولا ننزل دجين ما إنه أحدا منهم أحد كم إذا أهل قبلها جنة جنة دجين ما إنه عرم إنه جنة الجليان، ولا نارا نار دجين ما إنه معرم إنه نار الجليان. عد يعني مركز ذات مسلمين كم إذا فسق وحيدونان هلي مادان أما طاعة خير وحيدونان هلي مادان ما عرم إنه على سبيل التعيين شنر يجليان أم النار يجليان أرن مينا شهادة عذل وغمر خاتي كعوين النار يجليان أم شنر يجليان ولا بالنوع شهادة بالوصف هي شهادة بالتعيين إن وصف لغمر خاتي كعوين إلى ضوء صفة نوع سوحي له سيدة إيمان يا عمل صالح وحي لي مادة عدي محسنين عدي متقين وحوي وأهل الجنة تسوى صواب وهي آيات وحينوت المام جل إيمان يا عمل صالح وحي لي ما دينك كما ذكريا محسنين مركز لنا وحينو بجهدنا إحسان لما يسترنا كاملة وإيمانك إنو وهليو أي شرط هذا إيمان وهل إحسان كامل ولما يسترنا إحسان مع الله وإحسان مع خلقه شهادة أمرك وصفك لو قمر خاتك عيو مؤمنين عمل صالح التي من شنده يجليس وحوى صواب وأنا سدعت لما كتاب كي صنده قصاره وكذلك إن لا يلهده قال ذو نار تيجليان يذن وصواب منافقين ذو نار تيجليان وصواب العشرة المبشرون بالجنة طبعاً في شنده لو قبل شاريه بأكميرا مرتعد النص وغمر خاتك عي والله غمر خاتك عي عدا النص وغمر خاتك عين أوران شنده وقيل يا أنا أوران النص لما أوران يا شنده قيل يا لما أنا أوران يا النص قيل يا لكن قصها التوحيد يا إيمان خذ انتي عمل صالح أنا لي من شنده الله شيء الله ما ليني الله رسي لكن الله ما قطعنا يا الله ما أوران يا شنده قيل هذا مركز فسق يا حمان لا إيمان شرعي لكن توحيد يا إيمان كل بينه وحلو قد بقي النار تين وقرة والله قد بقي لكن لما قطعنا لما قطعنا أما عدي اللي قاين كفر يا قال لما عدت بما في يقع وحوري النبي صلى الله عليه وسلم وحوث الماما إن النار لو قبل شرعي عدبا وحلوك يا خاتمة يسي قدام بيسي هنا يا أهاي المركز يترى قال لما أو قال ما قدن فيه سيده وحوى أبو طالب وخلقه قال ما قدن فيه هذا الكيس يبدا بيمحوها إنه على ملة عبد المطالب وعيو حديعك ارتقصه حالته السكرات تخصه بأي هين الصوت كان لعله يصوب فيصوب الله عليه أحسوا روده وثلاث كيسة وخشرة إنه صوت كان وإلهيك الصوت أقبل عديعك marka qofkii la ogaa in wixii ugu dambeeyay ee wax ka dambeeyay ayna jirin ay kufriya gaalnimo ahay ana wax cudur daar ah u helay halka noocaas waxa loo oranaya yaani waa naarta walaa ugu bishaaray naarta walaa ugu bishaaray marka ala kulli hal hadalkan waxa uu ku saabsan yahay wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran dadka ahlu qiblaha ay shahadan ayay u saabsan صدق أهل قبلها يا شهادنية يا كفر البواح وعدان لئمن أي كتاب فرنا وقصنا هذا المسألة ولا ننزل مدى كنا إنه أحدا قفى من منهم أهل قبلها كمدا أما مسلمين تكمل في السوح ودونبها لي ما دو أما الصلاح يوناقي عمل وناك سوح ودونبها لي ما دي جنة جنة دي من العرم إنه كنوا قريا اللهم إلا منه النقص وما فاتك عيمه ذا والرسول كأو شاكا كنظيم قليل ولا نار النار نمركا ومدشنا إنه مورا للنار بقليل
اللهم إلا مد وحوية نفسك مرقاتك عي أو يري النار بقليا ونبي يري صلى الله عليه وسلم ويا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ولا نشهد عليهم كما مرقاتك عينه يما كركود بكفر قال لما كفر ما ينوكم مرقاتك عمي ولا بشرك شرك نوكم مرقاتك عمي شرك هي كفر وبمعنى انت راجحة ولا بنفاق منافق لمن هو مرقاتك عمي وقال لمن لقد سوى نوع كم كفر ما لم يظهر منهم شيء من ذلك انسان كم مقنن وكسوا ظاهرين يقى حقه ذا شيء مركا كم ذا كفر اما نفاق كم إنه كسوا ظاهرا مويانو أي موشستان مويانه مركا عدنا با يعني أقوم مرخاتي كعينه أهل قبلها كم ذا وأشهاد نيسا إنه إقاليه أمين المنافقيه أمين المشركيه عيد موش سطحي أو عطي سطحي مويان ملايال يظنون مركي سلام الله مرخاتك عيما ملا ملا لا ملا ملاين ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى ونظروا حنوغتغينا سرائرهم وحي قرصنيان إلى الله تعالى حق إلهي من نوغتغينا وناطي بمعنى وحوية أحكامتا الدنيا ظاهرة بيكون الشمس العلم ونوحيطون نقليان إجماع على السوء شخصية هاي إن أحكام تأذن يظاهر كل سنة هاي وظاهر كل اللي يجي وحي موجود فيه ولما قال إجماع بيت الصرارة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا غاضن إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بالنحو ما أسمع بالنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار أعو تماما يا نبي صلى الله عليه وسلم وحم موقضة إنه وحق حكم أيضا حجدت صحيحة قيالة وكذلك عمر بن الخطاب وحوري إن الناس كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمنناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسن رواه البخاري في صحيحه وحاوله عمر بن الخطاب تطبع وقته النبي صلى الله عليه وسلم وحي بها لغوقة منشره لغوفة دي حدين شرعي وارن كوضا يضع كشفة يا وحي كسو دي شرعي وحي قنا هذا واقعي وعنه هذا يدين قضانا إلا هو حمر كان وقم وغدا عمل كين مركا كي خير نوم وسيسة وأن بدك لنا إنا وأنا سعوي في وحان خير هاي نوم وسيسة الشرعنا من أن بدك لنا إنا من سعوي هبقى إلى هذا قلبي جيجا يا وحق إيه قصون أيا ونفسا فك أحكام تأذن يده ومبنية على الظاهر ما دام قلوبت وحق كتش سائنا نغين كتش رأينا نغين إنه حوالي ملائن إن قلبي ذا سكاح كنما قف وحد أن لقاها يمين وكفر بواحة أو ظاهر أو مغضة إلا سكاجر الليلة كفر بقرصنيا نفاق بقرصنيا قال لهم قلبي لكوها يسا يعني ملائن الغيلة هذا وحبنا الماء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك وإنه نقضى وح ظاهرة وح لغو حكمية ملائن وإنه يقين نقضى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزال بالشك يقين في الشك كما تشوف يقين ترى مركز يتقال لك جمع بورو يقين لم يلم ويان الأصل بقر مكان على مكان من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين مثله نكا وحوالي إسلام لمدي إسو يقين أي فرصة مناصر هبال هبال أمبا إسلام لمدي لك جرر كرا أما وصف إسلام لمدي قدر لكرا لكن وحان يقين أهين الله بن والله ما لما لين أيه إن إسلام لمدي لك جرر ما بنانا وحوالي وإن إسلام لمدي لك باقي له إلى يقين كمدة إلا يقين لمدة سيهورة لك جرر إلى أين وحول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحق لو إلى أين ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعسى لو العلم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعسى لو العلم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سلو حوية بين أبو رأيوطهي إلا هو حار حاران سنوين إلا إلا هو حاران وحانا حلالين إلا إلا هو حلال سلو بين أبو إلهي لغو بين أبو رأي أوطهي أي سلا سلاك بين أبو رأيوطهي إذن إلهي رسولك سو قالي سن إلا قاريسي أما إذن إلهي رسولك سو إسلامين إلا إسلامين. حال كإشكال قصة كشنا شيء والبأصل كي سوي استصحابي وهذا قصة حوية قال لما كو أو كشفية ما إسلامي وكفر غورة ما قصة بحي وحال ورنا يا كفر أصل كأها هيا لإستصحابي يا لفل بقاء ما كان على ما كان إلى يقين مركع عد نكه قرية عطا هذه حوية إسلام لما لقوه قانا أصل كي سوي إسلام لما يا هيدنا waxa la oranayaa waxa way hadii iskaal gasho waxa la istisxaabaya yaqiinti asliga ahay oo islaamnimada ahay baa la istisxaabaya alaslu baqa'u ma kan ala makka sida siyaada ah ayaa la oranay hadii af'aal muhtamila xataa ay ka dhacdo oo ihtimali karto waxa way kufri iyo qeybki mar hadduu asalkiisu islaamnimo aha ficilkuna aanu sariix ahay وانو عدي او يهي فعل يحتمل الكفر وغيره ان معناها اسوأ احمان تضبطا الاو وحنبارا مثلا الى الله استفسار الله الصدف وحما في تغفلت ولي هذا ما حملك على ما صنعت هي لا محتملاتك يا اقبلي كرا كفري يا غيرك ولا بضر افطر مكرا ولا استفساريا وحلا ورميا وحوية الحاق وحنباري وحاق صميتك هذا مركا كفر سر معناها أسوأ وكفر جاه مركا كفر جوال وحكم أي هذا حوي كفر سر معناها مركا يسقى كارد عمنا يسقى مركا وحوي معناها أصل وحكم باريا وإن يعني كفر جاه نكون جالوبي إن مركا كفر يعني لوحكم أي نين أي كذا لين سداس يضع أي كذا لين العلم ونوحي سلم من ذلك إن ظن إيه ملا لوجا ليسين إن يحيي إن يقين نقص وحل قد على سنه وحل هو بق ما دام إيسا كفره يعني عقابتي وغض الرئيس وحانا اللي يجاده وحوي الخطأ يعني في العفو خير من الخطأ في العقوبة إن عفو إذا لغو خطأ لغو قفه وحايدا أنت إن عقابت لغو قفه يعني عقوبة وحل قدرا يعني مركا عقوبة الردة وقفكي إن قال لمو أن أصل أهين عارضة لغو حكم وكفر رجاء ولا يجعله هو مرتد وحوية وعقوبات كفوء غضرة في الدنيا والآخرة إذا تعودت خطأ حتى لغو خطأ عدو حوية مسلم أنا أهين إن إسلام لما الله حكمه حالك إشكال في كفره يا خطأ لغو خطأ لغو قفر عد أن قال أهين إن قال لما لغو حكمه إذا حوي مسلم على حين إن إسلام لما الله حكمه حالك إشكال في كفره يا خطأ لغو خطأ لغو قفه عد أن قال أحين إن قال لما لغو حكمه لبدا وحضرا إن لغو خطأ عد أن قال يعني وحضرا عد أن قال أحين إن قال لما لغو حكمه أيا وحي كثرا شبضا طاي عد أن إسلام أحين إن إسلام لما لغو حكمه قالوا علم وصاص يدا أبي يداده عمر بن الخطاب نوحوا إلى الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوب عفين تمرك أن عد عفين أيه خطأ أن مرك يسقى كبكسه أي واحد أنت خطأ أن عقاب أن عد عقاب أيه أن كبكسه أهل العلم يقولون حوية قاعدة نوع عساء أدب عصر النقليين عمر بن الخطاب لقى صغري يقول أمرك يسرح المركة يعني قاضنيا أما أقبلية أي سلاسية ذا مركا وحوية للسوقات مركا حالدة شبهة السوقان تهي وحالك اللي يعني لغا شكيه قصكم مرتدون نقضي من سماءها إلا لغا يقين سنة يو لغا هو سنة يو
inuu waxa weeye la istisxaabo inuu islaamnimadii baaqi ku yahay ayaa waajib ku yahay. walaa nashhadu calayhim bikufri, walaa nashhadu kuma markhaati kacayno calayhim, yacni marka ahlu qiblaha korkooda ama dadka markaa islaamka yacni ashahaadanaya ee islaamnimada markay tooxad markaa sheeganaya ee kufri bawaaxi aanu ka muuqanin, yacni uga markhaati kici mayno bikufrin gaalnimo, yacni aynu ku xukumayno uga markhaati kici mayno, walaa bishirkin, yacni shirkina uga markhaati kici mayno inay mushrikiin yihiin, walaa binifaaqin munaafiqnimona uga markhaati kici mayno. maa lam yadhar shay-un min dalik, qayd buu sheekhu geliyey. qaydkaasi waxa weeye waa intaynay ka daahirin, muddada aynay ka muuqanin wax gaalnimo ah oo bawaax ah oo sariix ah oo cad aynay ka muuqanin wixii ka horeeyo dhan, yacni kuma xukumayno inay markaa gaalo yihiin iyo inay munaafiqiin. laakiin marka waxa weeye ay caddaystaan yacni kufrigooda ama nifaaqooda, ay caddaystaan yacni shay sariixa oo cad oo aan ixtimaal lahayn ay ku caddaystaan, markaas waa lagu xukumaya, markaas waa lagu xukumaya. marka manhaju ahli sunnati waljamaaca fi mawduuci takfiir waa bayna alifraaqi waltafriiq, waxaa u dhexeeyaa laba qolo, waa darafan waa wasat. qolada murji'adu daraf bay joogtaa, qolada khawaarijtanu daraf kaley joogtaa, ahlusunnahuna waxay ka joogaan manhaj wasat ah oo dhexdhexaada ay ka joogaan, manhaj wasat ah oo dhexdhexaada ayay ahlu sunna waljamaacana ka joogaan. wanadaruu saraa'irahum ila allahi tacaala, wanadaruu waa uga tegaynaa saraa'irahum sirahood iyo waxay qarsanayaana ila allahi tacaala, ilahay baynu u dhaafayna waynu daynaa, ilahay baa kala xisaabtamaya waxa ay qabsanayaan. hadday nifaaq qabsanayaan oo aynay muujisan, rabbi baa kala xisaabtamaya. innagana laydin weydiin maayo maxaa quluubta waxa ku jira u ogaan weyne, saas laydin su-aali maayo. walaa nara sayfa calaa axadin min ummati muxammadin sala allahu calayhi wasalam ila man wajaba calayhi sayf. walaa nara, ma aragno yacni ma ictiqaadsanin assayfa seefta calaa axadin qof korkii inuu ahaaday oo mashruuc u yahay oo bannaan yahay in qof lagu dilo, qofkaasoo min ummati muxammadin sala allahu calayhi wasalam ummadda nebiga ka mid a, ummati lijaaba ka mid a, ummaddii nebiga ajiibtay ee rumaysay raacday, ilaa man wajaba calayhi sayf, mooyaane cid seefi ku waajibtay in la dila, ciday waajib tahay mooyaane cid kale ma qabno oo ma ictiqaadsanin in waxa weeye muslimiinta axad kale oo markaa la dili kara inuu jiro. tana waxaa inoo tilmaamayaa dhiigaga muslimiinta asalku inuu yahay inay xaaraan yihiin, markaa burhaan iyo daliil cad ayuunbaa dhiigga muslimiinta lagu banaysan karaa. laakiin wixii aan daliil cad loo haynin in dhiigga muslimiinta lagu banaystaa ma banaana, shay waliba asal buu leeyahay. alaslu fii dimaa'i lmuslimiina wa amwaalihim wa acraadihim alxurmatu, asal waxa u ah dhiigaga muslimiinta iyo xoolahooda iyo cirdiyadooda iyo sharaftooda inay xaaraan tahay ayaa asal u ah, siday ahlu cilmigu markaa ay sheegeen. fee ibnu xazmi aldaahiri uu ku tilmaamayo muxallaha iyo kayrkii, wa kadalik markaas sheekhu lislaam ibnu taymiya uu ku tilmaamayo majmuc lfataawaha, wa kadalika markaa cabdiraxmaan asicdi uu ku tilmaamayo isaguna kutubtiisa qaarkood. marka ahlu cilmi badani siday tilmaameen asal waxa u ah dimaada muslimiinta iyo xoolahooda iyo acraadoodu inay xaaraan yihiin, waxaana u daliila nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum haada fii shaarikum haada fii baladikum haada, yacni dhiigagiina xoolihiina sharafihiinu waxay yihiin qaar markaa waxa weeye xaaraan ka ah, bimacnaa qaarkiinba qaarka kale ayna u bannaanayn weyn. sida waxa weeye beledkiina kan ah oo maka ah uu xaaraan u yahay oo xurmo u leeyahay, oo bishiinan oo dulxija ay ay xurmo u leedahay, oo maalintiinan oo carafo ay ay xurmo u leedahay, intaasiba siday xurmo u leedahay ee muqaabil waxay u tahay yacni dhiigagiina xoolihiina iyo acraadiina sharafihiinu intuba inay xaaraan yihiin, way xurmo leeyihin.
marka fala yastabaahu shay'un min dhalika illa bi yaqiin waxaad oo la hubo ayuunbaa lagu banaysan karaa wax kale in lagu banaysta ma bana waxa kaloo laga qaadanaya xadiidka saxiixaynka ku yaalay nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anni rasuulullah ila biixda thalaa yacni dhiig qof muslimi xalaal ma aha qofkaa muslimka ahoo qiraya an laa ilaaha ila allah in waxa weeye mid xaq lagu caabuda aanu jirin allah mooyaan muxammadna rasuulkii ilaahay uu yahay qof muslima oo sidaa qiraya oo ka markhaati kacaya dhiiggiisu xalaal ma aha ilaa biixda thalaas saddex markaa arrin midkood iyadoo la helo mooyaan si kale kuma bannaana arrinka koowaad ee uu ku bannaananaya waxa weeye atayibu zaan waa kii waxa weeye guur hore soo maray oo isagoo hore usoo guursaday oo guurkaa wax ku haleelay oo wax ku dhadhamiyey dabadeedna sinaystay isagoo guur xalaala soo maray guurkaa xalaashaana wax ku dhadhamiyey haddana waxa weeye dib ka sinaystay kaas waxa weeye in la dilaa shareecadu waa markaa waajibisa oo dhagax weliba ha lagu dilaa lagi waa rajmi dhagax ha lagu dila baa azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi-ata jalda taasi waxay ku saabsan tahay kii waxa weeye guur hore aan soo maray amaa kii guur hore soo maray ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma yacni iyaga waxa weeye waa rajmi waa in dhagax lagu dilo xukumkaasna waa xukum muxkam ah oo baaqi ah oo waxa weeye axaadiista rasuulkana sala allahu calayhi wasalam xukumkaasina waa mid muxkam ah oo baaqi ah oo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam kusoo arooray aayad qur-aanina kusoo degtay aayadda laakiin tilaawadeeda la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi oo lama nasakhay ka labaad waxa weeye waa nafsu binnafs naf muslimad ah qofkii dila ee badheer u dila camdi badheer u dila waxaa baxaya haddii aanu badheer u dilin ee kama u dilo in loo dilaa ma bannaana haddaanu badheer u dilin ee badheer u eka u dilo oo waxaan sida faraha badan leh waxba dilin oo nafta ka jarin sida qaalibka ah ayuu ku dilay dhegad yar buu ku dhuftay oo kale dabada naftu waa ka raacda dhegad yaroo khafiifa looma dilayo waayo shaygani sida qaalibkaa wax ma dilo bareerwaadkaa la yidhahdaa shibulcamdi baa la yidhaahdaa yacni waxa weeye in loo dilaa ma banaana waa in bareer uu noqdaa ka u dil yacni wuxuu u dilay naftaasina waa inay tahay naf muslimad ah lab ha ahaato oo rag ha ahaato ama dhadig ha ahaato taana waxa bannaan in markaa loo dilo awliyaaulmaqtuul laakiin dadkii waxa weeye u ehelka ahaa qofka la dilay waxay samayn karaan intay cafiyaan oo ay dilka ka dhaafaan inay maqaasaanna waa u bannaantay oo shareecadu taasna waa u bannaantay laakiin waxay dad badan isticmaalaan oo ah markaa in inadeertii loogu aaro ta noocaasi shareecada barna kagama saaro waa dulmi iyo xadgudub weya dulmigii oo dulmi la mida lagaga jawaabayo weeya ruuxaan waxba galabsan in loo dilaa ma bannaan ilaahayna wuxuu yihi walaa taziru waasiratu wisra ukhra yacni naf markaad dambowsani naf kale dembigeed ma xambaarto ma qaado marka qof kastaba dembigiisu ka mas-uul yahay dembi qof kale geystay ifyo aakhiro midnaba in loo qabsado ama masalada marta ku saabsan oo bareerka marka inay ahayd ee ama kama a tahay ama bareer u ekaha tahay oo waxaan sida badan wax dilin wax lagu dilo markaas in la yidhi tolkii ha bixiyo magta taasi waa khafiifin shareecadu khafiifisay mas'aladaas lama qiyaasanayo meel kale looma gudbinayo halkay ku soo aroortay keliyaa loo daynayaa taas sidaas iyadaa wey wa taariku lidiinihi almufaariqu lijamaaca ka saddexaad
isagana waxa weeye dilkiisu bannaan yahay ee xalaal yahay waxa weeye waa kii diintiisii ka ridoobay ee dib uga noqday ee jamaacadii muslimiinta ka faaruqay bimacnaa waxa weye waa ridoobay oo islaamnimadii buu ka baxay baa loo jeeday hadduu ridoobo islaamnimadii ka baxo iyadana waxa bannaan in la dilo oo gaalimo loo dilo jamaahiirta culammaduna waxay yidhahdaan waa bacda alistitaaba marka la toobad weydiiyo la yidhahda ka soo noqo arrinkaas ayaa waxa weeye la dilaya laakiin iyadaan la toobad weydiin oo loodhan ka soo noqo lama dilaya bay yidhahdeen jamaahiiru ahli cilm marka xadiidkani waxa uu sheegay saddexdaa umurood keliya in qof muslima dhiiggiisa in la daadiya saddexdaa umurood keliya inay ku bannaananayso ashyaada kale ee ku soo aroortay axaadiista qaarkood laga qaadanayo waa loo idaafaynaya oo waa lagu sii daraya iyadoo markaa culimmada qaar ay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay in wax markaa sidiisa in la dilaa ay u bannaan tahay inay saddexdaasun tahay ama ashyaada kale waxay u badan tahay in baabulmuqaatala inay tahay ayuu ashyaada qaarkood oo baabulmuqaatala aan ahayna waa jiraan sida xadiidkii markaa tilmaamayay nebigu sala allahu calayhi wasalam faqtulu alfaacila waalmafcuula bih yacni liwaaska iyo cidda samaysta in isaga iyo markaa labadaba in la dilo haddii ikhtiyaaran marka isagaa uu aqbalo yacni mafcuulu bihi buna xadiidkaasi waa soo arooray xadiid kale waxa uu tilmaamayaa faqtuluhu waqtulu lbahiimata aw kama qaal xadiidka labadaa xadiis adigu calaa kulli xaal culammada qaar baa sixadooda ka hadla laakiin qatli bay ku soo arooreen muqaatalo kumay soo aroorin muqaatalo kumay soo aroorin qatli bay ku soo arooreen ashyaada kale markaa waxa weeye muqaatalada ku soo aroortay waxaa ka mid a buqaadda in lala dagaalamo waxaa ka mid a kuasaa'ilka markaa nafta iyo maalka kuugu yimaada in layska daafaco haddii waqtu lfitna aynay ahayn waxaa ka mid a waxa weeye buqaad oo kale ilaahay waxa uu yidhi faqaatilu alatii tabghi xataa tafiya ilaa amri illah yacni waxa weeye ta markaa xadgudubta la dagaalama baa layidhi amarka ilaahay ay usoo noqoto muxaarabada marka isaga waxaan markaa ayaa ka mid a inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallaba aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard ayaa ka mid a waxaa ka mid a marka isaga waxaan markaa ka fitnada dadka marka isaga waxaan markaa fitno u sababaya oo yacni markaa waxa weeye dadka muslimiinta inuu yacni markaa baabi'iyo oo kala shishabiyo yacni markaa raba oo khalifo muslimiinyaday jirto marka isaga waxaan markaa doonaya inuu cududda muslimiinta marka isaga waxaa baabi'iyo oo ku baxaya man xamala calayna silaaxa falaysa minna baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wakadalik nebigu waxa markaa uu yidhi yacni xadiis kale yacni man xamala silaaxa suma wadacahu fadamuhu hadab ninka waxa weeye silaaxa iyo hubka qaasa suma wadacahu dabeedna dadka ku laaya fadamuhu hadab diiggiisu waxa weeye waa ka kacweeyaan buu yidhi marka calaa kulli xaal waxaa ka mid a waajibaadka sharciga ciddii markaa waajibaad mancida yacni iyadana waxa u bannaan in yacni xaakimka muslimka ah ama jamaacada muslimiinta inay la dagaalamaan oo khaliifada muslimiinta ama imaamka markaa muslimiinta inuu la dagaalamo haddaanu jooginna dadka ahlulxalli waalcaqdiya ayuunbaa marka isagaa la dagaalami kara waqtiga la dagaalami karana waa xaalka dagaalku maslaxo keensan karo laakiin xaalkaanu maslaxo keensanayna fasaad ka fara badani ka dhalan karo waa qitaalu fitna ma bannaana marka xaalka noocaasana yacni ma bannaana oo waxa weeye qitaalka uu ilaahay amray waa qitaal keensanaya in amarka ilaahay ay u noqdaan laakiin qitaal aan keensanay amarka ilaahay inay u noqdaan yacni ma bannaano oo mashruuc marka isagaa ma aha in markaa la dagaalama faqaatilu latii tabghi xataa tafiya ila amri illah marka ilaahay amra iijaab wala amra istixbaab midnaba ma amrin qitaalaan marka isagaa ayna ka dhalani wax maslaxa ihi oo aan marka amarka ilaahay in loo noqdo aan keensanaynin in la dagaalamo marka isagaa mid bannaan ma aha walow cidda lala dagaalamaya buqaadba ha ahaadaane walow buqaadba ha ahaadaane yacni ma bannaano in lala dagaalama wakadalika waxa weeye ashyaa badan oo noocaasaa soo gelay marka calaa kulli xaal ashyaada badankooda waxay u badan tahay muqaatalada oo la dagaalanka ah
قتلك يا مقاتلتنا فرق بقى ودخايس لي اهل العلم والشيخين حافظ ابن حجر لو قلت المامايو يعني فتح البارقة عشان قيدنا وكل شيء يا مركز تفسير كسورة إسراء بسورة كتل المامي مركز على كل حال مقاتلة واسع اللي بدك يصد بكذا عيا قتل قنا وحوية وادي القفق الذي له يعني مركز وياه مركز مقاتلة دي الله دجال لك وإصابة كرتا إن الذي له وإصابة كرتا لكن معها معناه إذا هدي مقاتلة الله دجال لك وبنائي هاي إن هدي لقبتنا إن الذي لا يبنان ثيما إن لا تلاقي بنان ثايمة أو بغض وكله شروط بيليه مرك الله تعالى ما يو شروط إليه وكله وحكم إذا مراد كده وحلو جدا ليه هاي إن مرك بغي جودا لجده بالو لجعشه أي لجده ليه فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله تساوي علي بن أبي طالب مرك بغض الله تعالى ما يحوس ما يي وحده طيع عنها إيرينينا حطي دعوة عمان هدعوة ترينا حطي قبستان هدبينا هذا قبطان هدرينا وهي مراد كاللغة الله وما حي شركوا ذا إلا دافعا لغة الله شركوا ذا مركز طوب باقضه ما بنانا لك أي اللوتي دافع مر هذا عراران وحوية هدرينا إسكاهرا هدي وحوية أيضا وعمان وحوية هدا علماء المصرى سيادة أي مركز أوتي المامين وإسلوء قلي وكذلك هاي كام هورر فوق المرك اللي كدافع وحلو دافع يا شيئا فشيئا شيء بوح وكيل يري هاي بالود دافعية ويسقى وحي الكتير كره إن هذا وح بدنكم استعماشكم ما بنا نال كائن أضرار أدوكوا دي هاي هنشباد هدوك حاجة تغير إن أضع عن صارتكم ما بنا نهور كاف صور راي أدا هنشباد بوك حاجة تغير هنشباد أنا أضرارتكم ما بنا ويا بس إن كدافع هذا الشيء تشاركي قدر كاتال جوبنا يوحك بضن لجوما بنا، وحك بضن لجوما بنا. هذو كعرره، هنا دري تقوما بنا. في هرر كهقولي سواعين كاس، يعني نفس هذا ما مالك يقولي. هذو دعوة عمو هيران وخلاص تقال من كرين وجارو، هنا دو حوي واحدة ما كنت فتقوما بنا. حرمتي يسيب كل نور. ويا شركي سيل دافع أمريكا لو كذا شركي سوا دافع مني. شركي سمر هذو باقضي، إنه هذا دعوة هو قصميو. أدو مرتا بسول نقضي مركا أنا سيدي ويكو قبرنا أنا لكن هذا حرمدي سيبو كل نقضي سيدي أصل كيسي أبوها فحرمدي سي أصل لما أيو دي بقولها مركا على كل حال وحيد دليل سواء روري التلمام أيو أو عدين أيو إن شيء سيقفك أم بنين أيو إلا ديرو والوصي درية لكن وحيد دليل أن الله إنين وحكو باقي هاي حرمدا يا حاران نقشة دا سيكو باقي وفاديل غشك يديكي ستلو محلال با مثل مركا يتقى حلال معه أصل كيسنا وها قف مسلمة وحن مركا أنه قرأ يستعين الحاران لماذا يكون باقيها إلى عد عطا يستعين البرهاني الدليل عد أدوه لكيسه إنه ليكيس بنايا إذا سيضع أي نقن وحكى لو باب كان قصيصة يعني قتال كفتن كأي قصاف سنة لغا قيب وهل السنة والجماعة وحي إلادان يعني وحوى قتال كفتن كقصاف سنة يعني مركا مسلمين فتن كمركا دحدودة إنه المركا لغا قيب قادة قتال كفتن كوحمر كي تكمل ذا وسوق ليا إن وحوي أي قبيلة ذا كلا كل أيام وحسوق ليا إن أي مذا حسين مذا كلا مركز كل أيام أنا أصلين يا إيه أنا أصلين يا يعني كل أيام وكرسي جاي يبر التميان يعني تنوع عصا كلا ومن قتال الفتن قتال كفتن كأي كمثا وأنا محرم أمر كي تجمع بنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحوى التلمام إذا كانوا وخيا ما بنيا هاي عدة مركا إمارة ضم ضم تأكل دراشة مركا قتال كفتن كا وهي كم تأوصوش أهل السنة والجماعة إن دجال الله فتن كا لقد إرادوا دجال الله فتن كا إن لقد إرادوا وهي كم تأوصوش أهل السنة والجماعة أي مركا كم مركا وهي كنت على القضاب كم بيكون على القضاب وحكى له مركا يتقال لهم إذا إن لا يراد حكم يعني وحن كوب جاريا أمضى إنهم كوب حكم أتذكر مرك يتراح مرك أمضى ما لدى قال ما يا ذا مرك أتذكر كان كغالب نقرا يا ولو هبي يراد أن هو حكم إسلامي أن دون يا الدين أن هو حكم أن دون يا ولو سيدا هبي يراد ذا خطو مرك أتذكر كوب حكم أو لدى قال ما يعني سيدا وقت إذا قارف هذا عضي يعني وحي سهى ومن قتال الفتن وأنا محرم أمرك إذا ما بنانا حرام ويجي أما بنانا
ha ahaadeen kuwa ku baxay wadaada ha ahaadaan ama markaa wadaada qaar aan ahayn ha ahaadaan, farqi ma kala laha. Waxay noqonaysaa bixitaanka ummadda ay ku baxeen ee ay doonayaan inay la dagaalamaan oo ay dabeedna xukun sidaa ku gaadhaan waxa uu noqonayaa mid xaaraan ah oo aan shareecada ku bannaanayn in laga qayb qaataana aanu markaa bannaanayn, in laga qayb qaataana aynay markaa bannaanayn. Marka dagaalo badan oo dhacay waxa uu ahaa nidaam ilfita ayuu ahaa. Ibnu Khalduunna waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa markaa la yidhaahdo Almuqadima, in waxa weeye dad fara badan oo markaa waxa weeye wadaada ahi waqtiyo badan inay baxeen oo kala duwan si ay xukun u gaadhaan inay u baxeen, waxaanay markay isagaa laga qaalib noqday buu yidhi, iyaga oo yacni ma'tuurin aan ahayn oo aan ajar ka helin dagaalkooda ee laakiin dembi ka xambaartay ayaa laga qaalib noqday oo ay markay isagaa noqdeen. Marka marar fara badan baa arrinka noocaasi markaa u dhacay oo intay waxa weeye jiboodeen oo ay arkeen markay isagaa fisqi iyo xumaato iyo waxyaalo jira, dabadna ay yidhaahdeen arrinka noocan waxay u baahan tahay gacani wax lagaga qabto. Dabadna waxay ku dhaceen fitnadii joogtay, fitno kale oo ka badan inay markaa sababaan oo aynay waxba islaaxinin oo ay noqoto markay saaxan markaa yacni inay yacni geelu darantii kuma dararin waaba kaga daray, oo yacni wixii markay saaxan markaa ay ka cararayeen fasaad iyo xumaato ay usii siyaadiyeen mooyaane wax maslaxo ah iyo khayra oo ay usii tareen inayna jirin ayay noqotay. Marka arrinka noocaas oo kalena markaa saas iyadaaban mashruucu ahayn oo mid bannaanna aanu ahayn, yacni dariiqada waxa weeye xukun sharciya lagu gaadhaana ma aha in seef la qaato oo la yidhaahdo ummadda ayaan markay saaxan markaa la dagaalamayaa oo aan ku baxayaa, taas iyadaa ma aha dariiqada xukun sharciya lagu gaadhay. Ee dariiqa markaa xukun sharciya lagu gaadhaya wuxuu noqonayaa in waxa weeye dadka shareecada la baro oo waxa weeye dadka la hagaajiyo, dadku hadday hagaagaan oo islaaxaan waxana waxay noqonaysaa in waxa weeye ciddii markaa yacni qumanay hadday fara badato yacni shareecadii in lagu xukumo oo dad quman oo xukumaa ka soo baxaanna waxa weeye waa suuroobaysa oo waxa weeye kolba siday dadku yihiin ayuunbaa xukumku noqonaya. Laakiin waxa weeye dadkii oo xumaato u badan in xukunku hagaago oo xukunku wanaagsanaado ma suuroobayo. ilaahay waxa uu inoo sheegay yacni waxa weeye dadku hadday daalimiin noqdaan in waxa weeye cidda xukunka u noqonaysaana inay daalimiin noqonayaan. wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun, sidaasaanu daalimiinta qaarkoodba qaarka kale uga madax yeelnay yacni kasabka iyo xumaatada ay la imanayeen darteed. Markaa shacabku hadday daalimiin noqdaan kuwa xukumaya ee hoggaanka u qabanayaana iyaguna kama ayaa roonaanayaan iyagoo kaley noqonayaan, iyagoo kale ayay noqonayaan. balaag mujtamaca iyo xaalka uu yahay sida uu ku sugan yahay salaad la-aanta yacni kufriga iyo gaalnimada lagu dhawaaqayo, la caddaysanayo, rasuulka la caayayo, diinta la caayayo, ilaahay cayda la caayayo, malaa'igtiisa cayda la caayayo, fisqiga iyo xumaatada oo xarad beelay yacni salaad la-aanta oo guriga walba joogta oo dadka la odhan karo talow markaysaa waxaa ka tukadaa toban ma gaaraan boqolkiiba, sagaashanka kale salaad la-aan haba noqdaane talow waxaa tukadaa toban ma gaaraan. yacni xaalku uu sidaas iyada ay yahay oo waxa weeye ay sidaas tahay intaa tukanaysaana weliba ayna wada qumanayn ee salaada unin badani ay hayso waxa weeye inay shareeco markiisaga yacni lagu xukumo oo xukun wanaagsan ay helaan waa mid aan sidaas iyada u suuroobi karin. yacni marka weeyaan ee wuxuu noqonayaa un mid noocood oo kale ah ayuu noqonayaa. walaa nara sayfa, waxa uu yidhi sheekha musanifka ahi, walaa naraa, marka isagaa ma ictiqaadsanin oo ma qabno asayfa, marka isagaa seefta, calaa axadin, qof korkii inay ku sugan tahay oo la dili karo, min ummati muxammadin, ummadda nebi maxamed ka mida, in la dili karo qof ka mida oo in dhiiggiisa la daadiyaa uu bannaan yahay ma qabno, ilaa maa wajaba calayhi sayfu, miduu seeftu ku waajibtay oo daliil cad loo hayo in la dila mooyaane mid kale in la dilaa yacni ma bannaana. waxaan halkaasi baraarujinayaa waxa dhacda masalan dadka marka isagaa waalidada ah waqtiyada qaarkood yacni ubadkooda inay siday doonaan ka yeeli karaan
ayaad moodaa inay ictiqaadsan yihiin. Oo haddii markaa yacni ubadkii uu xumaado, qaarkood ay dhici karto inay ubadkii dilaanba. Ta noocaasi wax markaa u bannaan ma ah. waxaanu noqonayaa markay saaxan markaa qaatilkii markaa dilayay yacni markaa naf aan dhiiggeeda loo bannaynin ayuu la dembi noqonaya. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وحال ينو شيء قف مؤمنا قف كبرير ادلا انه وحوي شن عقاب ادليا انه نار جهنم قلي انه نار كقواري انه الى هي النعضلي ونحديث استكدري انه الى هي عروضي انه عذاب وين لو دياري شن تاع عقاب ادلو شك قف مؤمنا قف كبرير ادلا قف مؤمن كا awlaadaadu kama reebana waa ka mid waayo waladkaagu waa markaa ilmo macsuumu dam ah oo dhiiggiisu markaa aanu xalaal ku ahay. inaad disho haddaad bayrbayr ku aragto kuuma bannaana. waxay kugu bannaanan kartaa daliil cad bay kugu bannaanan kartaa. xataa zinada dee waxa weeye zinada lagu banneeyey waa zinadii muxsanka yacni waxa weeye waa qof guur hore soo maray, laakiin qof aan guur hore soo marin in la dilo dee sharcigu marka isagaa zinadii kama qabo. ee waxa weeye hala jeedi labaa lagi boqol jeedal ha laga jaro. weliba marka waxa weeye hadduu guur hore soo marayna cidda dilaysaa waxa weeye waa xukuumadda ee ma aha iskama ogayo qofku iskama dilayo waalidkii iskama dilayo. wakadalika jeedalkan boqolka ana waxa weeye markaa xukuumadda ka ofin. laakiin waxa weeye inuu yidhaahdo haddii markaa aan bayrbayr ku arko inantii ama inankii naftaaban ka jarayaa sharcigu wuxuu u bannaynaya ma aha ee waa xaaraan weeye dembi kabiiro oo weyn oo min kabaa'iri dunuub ah ayaanu ku dhacay, waxaana waajibku ay tahay inuu ka toobad keeno weeyaan. ha yeeshee hal arrin ayaa waalidka markay saaxan markaa isaga la siiyey waalidnimada darteed. halka arrin waa maxay? waladkiisa uu dilo looma dilo, bareer ha u dilo laakiin looma dilo, oo in loo dilaa marka isagaa yacni ma bannaana. laa yuqaadu lwaalidu liwaladih. laakiin xagga kale oo dhan wuxuu kala mid yahay xagga ciqaabta iyo xagga magta wuxuu kala mid yahay waxa weeye qof markaa muslima oo ajnabiya qofkii dilay buu kala mid yahay. xagga kale waxba kama duwana. maqtina waa lagu leeyahay haddii dadka warasadii aynay ka cadfinin, isagu meesha waa ka baxaya. laakiin waxa weeye ilmaha hooyadii iyo walaaladiiba isa soo taagaya, maqti iyagaa ku leh. haddaynay ka cadfinin sharca bay ugu leeyihiin oo waa ku dambaabayaa maqta uu ka haysto. inuu ka toobad keeno waajib ku weeye. marka xagga ciqaabta iyo xagga diyada iyo magta waxa uu kala mid yahay qof ajnabiya qof dilay ayuu waalidka hadduu ilmihiisa dilo kala mid yahay. laakiin wuxuu kaga duwan yahay uu waalid ilmihiisa uu dhalay looma dilo, laakiin xagga kale ciqaabta aakhiro iyo waxa weeye diyada adduunyada laga waajibiyey labadaba wuxuu kala mid yahay qof muslima oo ajnabiya oo xaqanaasa dilka uu dilay ayuu kala mid yahay, waxba kagama duwanaa. markaa jahli iyo xadgudub weeye iyo xadgudub marka isagaa laga yaabo kuu ilmuhu la yimi mid ka badan inay tahay ayuu qofku ku dhacay markuu iska dilo, markuu waxyaalaha qaarkood ku arko. wallahu aclam. oo yacni aan gaalnimo gaadhsiisnay. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka. ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayiaati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وبتخفيف الله ولا نرى مقبنا وما اعتقاد سنين الخروج بحس الغبح على أئمتنا مضح ضيضة بحس الغبح وما اعتقاد سنين هذا أهل السنة والجماعة النهي وولاة أمورنا أمورها يقف هو مسؤول كان إن الغبح يعني مقبنا وإن جاروا ظلم إيا جور يعني هبا لي ما داني وإن جاروا هبا ظلم السميان وهاحد قدبان بئه يعني ما قبنوا إن مركا لغبح ولا ندعو عليهم هبار ما إنه يعني ما دحضا ولا ننزع كسيب ما إنه يدا قعن من طاعتهم أضيعتان كلا أديعينه يعني كما قريفا إنه
oo gacanta kama siibayno, bimacnaa waxa weeye daacadooda diidi mayno oo kuma gacan sayri doono. Wa naraa, waxaanu ictiqaadsannahay daacatahum, adeecitaanka iyaga la adeecaa oo wixii aan macsi ahayn lagu adeecaa, min daacati illaahi caza wajal, inay ka mid tahay adeecitaanka ilaahay la adeecaayo. Caza ilaahay markaa qaalib noqoy oo xoog yeelay, wajalla weynaay. Fariidatan, waxaa bannaan inaad tidhaahdo wa naraa daacatahum fariidatan, ama aad tidhaahdo waxa weeye wa naraa daacatahum yacni min daacati illaahi fariidatan, ay xaal ay tahay mafruudatan, mid la faral yeelay. Maa lam ya'muruu, intaynay amrin, bimacsiyatin, macsi intaynay amrin oo wax dembiya aynay amrin, in la adeecaa, inay ka mid tahay adeecitaankii ilaahay la adeecaayey oo ay faral tahay ayaanu ictiqaadsanahay. Wa nadcuu lahum, waxaan ugu ducaynaynaa bisalaaxi, hagaajinuu ilaahay hagaajiyo oo islaaxiyo oo hanuuniyo ayaan ugu ducaynaynaa, iyo walmucaafaati, inuu ilaahay dhowriyo dhowro oo xumaanta ka ilaaliyo. Almucaafaat laba tafsiroo kala duwan baa lagu fasiray. Waa in la yidhahdo almucaafaat waxaa looga jeedaa min alcaafiya, laga keenay oo inuu ilaahay ilaasho oo dhowro oo xumaan ka dhowro ayaanu ilaahay uga baryayna. Xumaanta laga dhowrayana fi dunya waalaakhira ayaa soo gelaysa xagga addiin ahaan, yacni wax diinta ku xun, wax marka aakhira ku xun, wax adduunyada ku xun, mid waliba waa soo gelaysa. Waxaa kaloo bannaan in leeyahay waa min alcafwi wa min almucaafaati, yacni waxa weeye cafwi baa looga jeedaa. Wa nadcuu lahum bisalaaxi, waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay hagaajiyo oo camalkooda iyo markaa ficilkooda islaaxiyo oo shareecada mid ku quman oo waafaqsan ka yeelo. Iyo walmucaafaati, inuu ilaahay markaa cafiyo oo dembiyadooda dhaafo ayaanu ilaahay uga baryayna. Labadaa waji in lagu fasirayo mucaafaadka waxaa markaa tilmaamaya annihaaya fii qariib alxadiis, yacni ayuu markaa sheegayaa in labada macne mid walba markaa lagu fasiray, laakiin wuxuu horeysiyey macnaha ah yacni caafiyada in looga jeedo cid kale in qaar aan u baahnayn oo dhibaatadoodana laga dhowro, yacni qaar kalena cid kalena aanu u baahin dhibtoodana laga dhowro oo ilaahay ilaasho, macnahaasu horeysiyey. Waxaanu yidhi waxaa kaloo suurtoobi karta mufaacalo cafwi laga keenay inay tahay, oo ay markaa noqonayso inuu ilaahay cafiyo oo waxa weeye yacni iyagana markaa uu markaa yacni dembigooda dhaafo, yacni markaa taas iyada ayaanu markaa ilaahay uga baryayna. Halkan waxa uu sheekhu inooga waramayaa ama inoogu tilmaamayaa ictiqaadka ahlusunna waaljamaaca inay tahay yacni madaxda muslimiinta inaan lagu bixin fisqi si kastay ula yimaadaan, iyo macaasi iyo dunuub si kastay ula yimaadaan, inta aynay marka isaga kufri bawaaxa aynay ku dhicin sida markaa nusuusta ay ku qayday inaan lagu bixin ayuu markaa tilmaamaya. Masalada noocani waa masalo ku yacni mudawan ah oo ku qoran kutubta ictiqaadka, kana mid noqotay usuusha ahli sunna waaljamaaca ay ictiqaadsan tahay, kana mida masaa'isha ay isku khilaafsan yihiin yacni firaqa lumay iyo ahlu sunna waaljamaaca, masaa'isha ay isku khilaafsan yihiin ka mida. Shaarixuna waxa uu soo arooriyey axaadiis yacni markaa badan buu soo arooriyey oo markaa ku saabsan yacni markaa xukaamta ama madaxda markaa ku saabsan taas oo markaa tilmaamaysa yacni inta la adeecayaa inay tahay wixii aan macsi ahayn in lagu adeecayo, wixii aan macsi ahayn in lagu adeecayo. Macsi in cidnaba lagu adeecaa ma bannaana, waayo waxa weeye amarka waxa weeye ay macsi hadday amraan amarkay amrayaan, amarkii ilaahay baa ka horreeyey, oo in amarka ilaahay la raaco ayaa markaa waajib ku yahay oo isaga ayaa ka mudan. Amarka ilaahay in la raaco ayaa mudnaansho badan. Nabiguna sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi innama aaacatu fi lmacruuf, in kaleba maahe adeecitaanku waxa uu ku saabsan yahay waxa wanaagsan ayuu ku saabsan yahay, ee wixii xun layskuma adeeco.
وحان صابت حديث كاسي كيم أها نين مركا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كمدا أيا النبي عيدا مركا صرياء وقاداء أبيبي مركا صاوحوية ننكبا على ذي مركا صاوحوية ميدن أمر رسولك إنا يأطيع ذان مركا سيكو يرادن ها مركا سوكو يري أرضو حاب الصوبرة ويصوبرة أن دبشي لبو يري ويشيرين دبين وحر دبكا قلع خلقي وهو حيكو هميين صحابة قاركود إنه قلان دبكي ويكو هميين قارك لنا وحوية وحي مركا وي كقب قبتين وحي لادن ورسولك أن دبكا وعررنا أحق رسولك أنه يعمل رسولك بيوشيك أن صلى الله عليه وسلم تبنوحوا لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا هذا قال لها ينولي قوت كما يبحين بأن نبي صلى الله عليه وسلم حديث كمركز صحيحة ولي قوت كما يبحين معنى لغت الماما يا معها طاعد معصدة يكوى ضيع أيام با كفر إيا شركة وقال لما يعني دينتا يكقب حيان مراد كاللوغة جيدا معها لكن ومن نصوص الوعيد وهي كم تهي وحوية نصوصة أما أحاديث تقصوا أرورتي وعيد كي يقودي وقصوا أرورتي أي كم تهي وضد مركة مسلمين تكم ذو فسقي حماة الليمي لوغو قودي أيو نار لوغو قودي أيو نوع سوي وحانا جرت الرواية كرأة مركة صحيحة كترت مسلم صحيحة كسو وريي والنبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة هذا قال لها يين إلى ما لنت قياما لقد قارا يكما يبحن مسلم كنا وحاو كسوري في كتاب الإمارة وصحيح مسلم كمدا أي حديث كاس كسوري وحاو كدع يا جسك لبي الطبنات يعني مركا أجساد شرحان مركا لقا أعوى أي مركا كدع يا مركا إمام النووي وحورنا يا رواية تلمام إيسا إلى يوم القيامة وحاوا حي قيد إيسا رواية كلام مطلقة ويحمل المطلق على المقيد رواية كلام وحي شاكتاي ما خرجوا منها أبدا هو مطلق رواية وحي شاكتاي إلى ما لنت قياما لقا قارا أيو أي إني كبحين مركا لبدا الرواية وقال إسو حنباريا أوتا مطلقة أبدا مقيد كألو قيدية ألو حنباريا مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحاول إنما الطاعة في المعروف سببت نوعا سأيولها أضيعتان كمركا عيد لو أضيع معصيو هدي مركا لا حلاشدو وحاول اللو اعتقاديو إنه حلال تهي وحي نغنيسا مركا شركة أكبر بين نغنيسا وحال لغو أديعيا خصلة لغو أديعيا أنا هدي كفري ذات ذي ذا أصهي خصلة يصفة لغو أديعيا أنا هدي كفري ذات ذي ذا أصهي وحاي نقنيسا وحاوي يضنا وكفر أكبر هدي لغو أضيع اختيارا لولي ماده ولو يان لإعتقاد با إني مركب النان تهي تفصيل كاتي وحاوي يا إسلي أهل السنة والجماعة مسألة التفصيلية وهدوكو إلى هذا إلهي عاي وهدبت مركا إلهي عايدو قد إغان حلاشان أو اعتقادين إنه حلالتها أي وقفك سلاسة ما يكو قالوا بيا وشرك الطاعة كدعيا شرك أكبر أما كفر أكبر أو كدعيا تفصيل كات أين إشاري هذا الكوبا أين كتل مامنين وحوية هاي سلي أهل السنة والجماعة أي كقبان مسألة ذا أو تفصيلنا يا مسألة الطاعة بعد معصية الواطعة وعكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام أحمد مسند كيسة كصوري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أديعتان مخلوق الأطيع وعصيان كالعاصية يا خالق العاصية يا لقو أديعة مجرد سلاس النبي صلى الله عليه وسلم أعجب كرنا النبي وحوي نوشيغي إن وحوي هذي معصي لي مادان إن معصي للوأدي عينين أمام معصي أي أمراء
oo nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi xadiidka markaa saxiixa ah ee muslim saxiixa ku soo wariyey عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته رواه مسلم في صحيحه حديث كاسي وحاو تلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه مركا شيئي مضحظوا إنه يقيب سمان قار ونوانا يقار يعني مركز شر بضن مركز وحوري وحوقو ناسا مدحدين قوة شعشهين يبون إذن شعل قوة الدعاين إيسان يبون مركز إذن دعاين إياه يعني قوة وحوري يهضي الإنسان أكتك نيسان يبون إذن كتك نيا وحانا وقو شر بضن إمام يالكين قوة مركز نعيسان يبون إذن نعيا قوة يبون إذن نعب إذن كنا أن نعبته كوا أن عذريسان يبون إذن عذريا كوا ساء وشربا مرك سيقول يا رسول في إله يو مر هديهن قار شربا سيف مقطور رايو ملا دجالنا يعني أي إلهه مر بهديهن قار شربا ملا دجالنا بيكو إلهه قال لا ما أقام فيكم الصلاة أنت الصلاة دحدين كوجان يعني مركا هلا تعلمينا مركا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويرين على من ولي على ذا سوى حفظ التنبيه بان كذي أنت إلا أصار رضنا وإستثناء منقطع يعني كي وحوي أم ذكا مذ مضحه مضح النقض أو دبنا أركوي سوى معصد إله إلا إيمان أيه هكرا يست معصد الله إيمان أيه لكن قعنتي سأضيعتانك وأضيعي يانو كثيب آنوك قعن صيري وهي كلام معصي أهين هكو أضيع معصي بينو كو أضيع مبنانا هيا شيء حوية معصي الأثار وكو أضيعي لكن وهي كلام معصي أهين وحيتهي مركامينو كو أضيعي أيتهي أحاديث مركز صلاة الإمام إيسا ومركز بضنبا سؤال أرطي أو نبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني وحوى يقفك مسلم كاوحى صارا إنه مقلوع أطيعه يعني وحو تشعلي هاي وحو كراهية إنه كم مقلوع أطيعه موياني وحي مركز وحوى معصية إنه أمره معصيها دو أمره سمع يطاعه معصيها لقو أديعي مرها لكن ما تلمام يسوحي كرنا إلا أن لقو أديعين إحديثك أي نصوش يغنى يسيرو تلمام يي ولا ينزعن يدا من طاعة يعني معناها سوك لا أي نقنية وحي كرنا معصيها هينها كأطيع نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بدن وحاو ديلي إن مركا لغبحه يعني مركا حكامتا أما مضحبا إن لغبحه أيو ديلي مضحبا مسلمين تا إن لغبحه أيو مركا وديلي وحانو قلت المامي وعيد يقود وين أيو قلت المامي عدو مركا قلت بحضان إن فسقي مركا يحمات الله تمي أيو النبي صلى الله عليه وسلم قلت المامي من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية نبي صلى الله عليه وسلم وحورينك جماعة كبح تاك يعني كبح تاكنك كبح أوضب بالدين توحو دينتي يعني بخت جاهلين من لون سبيي وبمعنى أخلاق ذي فعل في جاهلية رأي قال ذا أوكل فعل شبه أيو لي يبالغت الماما يا لكن لو مجيضوا وقال لو مجيضوا
يعني وحوي ميتة جاهلية وحلقت المامية بمعنى خصلة جاهلية قصرا أو أرنكاس وحوي فسقي يا حماتو كل عيبا مراد كلاغات المامية يا هي شما عادنا وحلوغة شيدا يعني وحوي وقومك يا قرادي مركا كل مي أمير مركا يسقى أما مركا يعني كل مي رئيس مركا كل مي أما خليفة ما قيعي كستها لغو ما قعابو كاسبا وحا لا يجاهده مركا جماعة ايا لا يجاهده جماعة ايا لا يجاهده وانت وحوا يا مركا مدحدا سيو يا هاي ميد مركا عن قالوبين او كفر البواحة فان وح تأويل لهين انت آنو لا إمنين وحا ايتهاي انت عديس لقبحا يعني ميد بنان معها وحانا فصير ايسا رواية كراو شيغ ايسا وصحيحة من فارق السلطان قيل الشبر فمات فقد خرع رفقة الإسلام من عنقه ننك وحوي سلطان كبحة كإن لأد يعني مركا كبحة أوضب بذنتا ننك سيقول كي إسلام كقورتي سوا كسيبه حديث كاسنا وصحيح شيخ الألبان وحو تلمم حديث صحيح إنه يهي وإمام أحمد يغير كبا مركا سوريه صحيح الجامع يا صحيح الترغيب كيف مركا صحيح يهي هنا عدى حديث منه صحيح يهي marka waxa weeye macnaha waxa looga jeedaa marka la leeyahay faqad khalaca rifqata islaam min unuqi wa nusus al wa'id ba looga jeedaa uu gaalobay laga tilmaamay maayo ee waxa laga tilmaamaya waxa weeye wa fisqi iyo xumaanto ayuu ku dhacay ba looga jeedaa qabi macna wa fasiq saasiyada aba marka laga tilmaamay marka xadiis badan ba marka taasna ku soo aroortay وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم لو يجيي يعني مركا بحيتان كالو بحيو او حوى مركا وحوي الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان بحيتان كمركا يسقى لو بحيو وحو تلمامي ان ان وحوي غان ان لا سيبن الى ما ولا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إنا وحوي كفر عد عرقتان مويانه كفر قاس وبواحة وظاهر من خفية عن أهين أمرك بواحة مغنية أما بواحة أمرك تأويل كفر عن أهين أنا أقبل كريم علماء قاركود وحي كفصرين لا يحتمل تأويلا غير الكفر علماء قاركود وحي إلادين يعني مركا كفرا أي مركا بواحا ظاهرا بإلادين marka waxa weeye kufri bawaaxa oo bimaana taawil aan aqbali karin yaani kufri wax aan ahayn in lagu fasiro aan aqbali karin ila aan ka aragtaan ha ku bixina ayu nabi sallallahu alayhi wa sallam yiri riwayat qaar kood waxa ku soo arortay la an taraw isman bawaahan ama macsiyatan lillahi bawaahan ulamaduna riwaayad ka noocaas waa kulmiyeen oo waxay ku kulmiyeen hadii waxa weeye yaani adeecitaanka la adeecayo hadii marka waxa weeye la iska diidayo in aan la adeecaynin ay tahay waxa weeye yadu macsiicad waa inay noqotaa waxaan lagu adeecaynina waxay ku fasireen riwaayadka bi ismin bawaaxin ama isman bawaaxan ama macsiyatan bawaaxan riwaayadka sheegaysa waxay ku xambaareen in looga jeedo waxa weeye adeecitaanka aan la adeecaynin oo wax aan lagu adeecaynin waxa jira macsi bayna oo cad oo macsinimadeedu ay tahay mid aan taawil lahayn haddii laakiin looga jeedo bay yidhaahdeen in marka xukunka lagu qabsanayo oo lagula dagaalamayo taas waxa weeye riwaayada kale lagu xambaarayaa ee tilmaamaysa ila an taraw kufran bawaaxan in looga jeedo gaalnimo cad inay marka noqoto sidaas iyada ayaa marka lagu yacni jamciyay oo waxa weeye imaamu an-nawawi laftiisuna uu tilmaamay xaafid ibn xajar laftiisuna uu ku sheegayaa fathul baariga uu ku tilmaamaya marka waxa weeye waxaa ku ictiraadaysaan oo inaa ku caasi yacni ku caasiraan ay ka dhalanayso waa inaanu noqon mooyaane munkar muxaqaq ah laakiin munkar muxaqaq ah hadduu markaa noqdo ku inkira بمعنى خصلة أنها كؤدي عنا يعني سلا سيضا
ayaa waxa weeye xaafid ibnu xajar iyo waxa weeye yacni markaa nawawiba ay markaa ku kulmiyeen oo ibnu xajar waxa uu odhanaya waladii yadharu xamlu riwaayati lkufri calaa maa idaa kanat lmunaazicatu fi lwilaaya falaa yunaazicuhu bima yaqdaxu fi lwilaayati ila ida irtakaba lkufra waxamlu riwaayati lmacsiyati calaa maa salafka qaar ka midii taabiciinta iyo midhar saxaabada ka midii inay ku baxeen yacni xukaamtii waktigooda ama madaxdii waktigooda qaar xajaaj ku baxa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi qaar ku baxa iyo qaar ku baxa yasiid ibnu mucaawiya iyo qaar waxa weeye khulafadii kale ama umaradii kale qaar ka mida ku baxa bixitaano badan oo kala dambeeyey ayaa dhacay oo lagu baxayay niman badan oo waktigii markaa yacni salafka la yimi xukaam ah ama madax ah oo fisqi iyo xumaato yacni lagu arkay in markaa lagu baxay ayaa yacni dhacday. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida ibnu xasmi oo kale axaadiista markaa ku soo aroortay inaan xukaamta fasaqada ah lagu bixin mansuukh weeyo waa la nasakhay oo waxaa ka dambaysay axaadiista tilmaamaysaa in waxa weeye munkar wixii la arko in gacan lagu bedelo ama in waxa weeye lala jihaado taas iyadaa baa ka dambaysay buu yidhi. Salafka markaa sidaa sameeyey yacni saxaabada badankoodu ama qaalibkoodu kumay bixin xukaamtaas laakiin midhad saxaabada ka mida ayaa arrinka noocaas oo kale ku dhacay in badan oo taabiciinta ka midna waa ku dhaceen. Laakiin markii dambe arrinka ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku istiqraaray oo ku sugnaaday inaan xukaamta fasaqada ah lagu bixin ee daalimiinta ah oo aan lala dagaalamin, waayo waxaa la arkay fasaad mooyaane wax kale inaanu ka dhalanaynin, sidaas iyadaa baa la arkay. Salafkii waxa weeye ku baxayna wixii markaa yacni ahlucilmiga ku baxay waxay culammadu ku xambaareen acdaar inay leeyihiin, oo ibnu taymiya waxa uu odhanayaa waxay u qaybsamaan qaar aan axaadiistu soo gaarin oo macduuriin ah oo gaaritaanka axaadiista markaa diidaysa in lagu baxaa umarada fasaqada ah diidaysa in lagu baxaa gaaritaanka aynay soo gaarin darteed ayay ugu baxeen, sidaas aawadeed waa macduuriin. Khitaabkuna qofka waxa uu sugnaadaa khitaabka takliifku bilbuluuq ayuu ku sugnaadaa sida qowlka raajixa muxaqiqiinta culammadu ay ku tageen. Marka ciddii aanu soo gaarini mukallaf ku noqon mayso oo la odhan maayo maxaad markaa ugu baxday iyadaana xadiista markaa xarimaysa oo xaaraantinimaynaysaabaa inay soo gaarin, qolo waa kuwaasuu yidhi ibnu taymiya. Qolo labaad, axaadiistu waa soo gaadhay laakiin agtooda kama sugnaanin, waynay ta'awuleen oo waxay ismoodsiiyeen. Axaadiistu xaal gaara in lagu xambaarayo oo siday culammada qaarkood masaa'isha qaar u ta'awuleen bay u ta'awuleen, ijtihaad bayna arrinkaasi uga dhacday. Culammadii sidaas iyadaa ku dhacay macduuriin bay ahaayeen oo iyagana waa loo cudurdaaray. Qolo kale oo saddexaad, waxay u maleeyeen axaadiistaasi inay mansuukha tahay oo la nasakhay bay u maleeyeen, iyadoo fii nafsi lamri ay tahay inaan la nasakhin. Dabadeedna markay isagoxan markaa siday la ahay ayay markaa iyaguna ku camal faleen, oo waxa weeye markay isaga ay yacni isyidhaahdeen nusuustay u maleeyeen inay naasikha tahay inay dabaqaan oo ku camal falaan ay dooneen. Axwaasha noocaasay marka arrinkoodu ahaa. Laakiin waagii dambe arrinka ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku istiqraaray oo ku ijmaacay oo ay isku waafaqeen inaan lagu bixin xukaamta fasaqada ah. Culammada ijmaacaa soo rarayna aad iyo aad bay u badan yihiin ee odhanaysa marka isaga ayaan lala dagaalamin yacni xukaamta daalimiinta fasaqada ah, oo waxa weeye wax maslaxa oo ku jiraa ma jirto ayaan lala dagaalamin, ayaa arrinkii ahlu sunna waljamaaca uu ku istiqraaray oo ku sugnaaday.
خلافكي وابي هورا ليسكو خلافي التابعين توقتي وذي خلافكو وكدعي يعني أوائل وقت التابعين حال كالنوع عاصمي حجن قرية الله عسكن كرماءها يضع اتفاق كدن بي يسيد أرنك أهل السنة والجماعة وكو استقراري كو سنادي إلا الراعو أي مركة واجب كويهي ولما ذا مركة يساق إجماع الصورة رينا وابدين وحكم إذا علماء ذا مركة يساق إجماع الصورة ري يا استقرار كأرنك أهل السنة والجماعة سيدا كو استقراري صورة ري يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ووحور استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين منهاج السنة النبوية جزء أفراد صفحة شنبقل يسقالي اللواتن إلى شنبقل يسطن يعني الطبعة المحققة ساسلت حافظ ابن حجر وحول حسن ابن صالح ابن حي الهمذاني مركو الشيغي تهذيب تهذيبك ترجمة ديسة أيوه كور ما يسرف قاركودين أي آد ياد منك أسمرك أم أقيد منك أسنوه كم إذاها رقف فقه هذا علم قلبه كم إذاها السفيان الثوري يؤذك ما أيوه كم إذاها بخاري الصحيح إذا وقت يذا قاركود وحي إلى هذا يعني فقه هذا قاركود وحي إلى هذا سلح حصل ابن صالح يا سفيان يعني مركع الثوري فرق أشياء يا مدهيم تصون نقلي أيو كم يديها إمام البخاري يعني أصون نقلي أيو حسن بن صالح تميده إنك أصوك للرقى قاربة آدو طعنين شرق سلفك كميرا إلا أقار كوضع يركان سبع خشوعية ويقول هذين أعوذ بالله من خشوع النفاق ويقول هذين مركع إلهي بانو كم غنق الله خشوع ذا مركع منافق نمضى qaar kale markay isaga aad iyo aad bay u taxnin jireen oo dadka ay uga tanfiirin jireen oo uga caydin jireen salaaw ninka maxaa lagu dalay ahlul cilmiga kamida ee madaahibtiisa iyo aaraadiisa imaam al-bukhari uu soo naqlinayo ee sufyaan ath-thawri uu dhigma maxaa sufyaan ath-thawri rag la midke aaymadii ay ku taxniyeen oo ku maageen mid baa lagu yiri maxaa u taxninaysa markay isaga uu yaacni u maageysa markaas uu ku yiri markaysa xan marka aniga ayaa u dhaaman waan u naseexaynayaa buu arrinkan markay isaga raadintan aan raadinayo dadka caayidanta ka caayidinayo maslaxa iyo damba ugu jirta isaga laftiisa marka maslaxa ugu jirta oo sababtay maslaxadu ugu jirtaa waxay tahay yaani sharka uu dadka ugu yeerayo yaani waxyaalaha sharca oo dadka ugu yeeray ayaa jira dad fara badan oo aan daadaynin sharkaas oo iska raacaya ayaa jira haddii aan dadka laga tanfiirin oo laga caydin oo aan markaa loo cadaynin oo looga digin markaa dabadna waxa badanaysa dembigiisa ayaa badanaya oo waxa loo qabanayaa dembigiisa iyo dembiga markaa dadka atbaacda raacday dirkaba in loo qabtaa suurowda markaa maslaxay u tahayo aabahood iyo hooyooyinkood waa u dhaamaa buu kuwa aradinaya tacninaya anaaba u dhaama aabahood iyo hooyooyinkood sababtaan ugu dhaamaana waxay tahay waxaan leeyahay dembigiisu yaanu badano sharka dadka ku ajiibaya ku raacayaya inay fara badan oo aakhira waxaas oo sharca aan loo qabsan si aan taasi u dhicin baan leeyahay war hoy iskalaba warwaraadaha ka carara sidaasaan markaa u leeyahay waxa lagu galay talo waa maxay xasan ibnu saalix ibnu xay alhamadaani waxa lagu garay wax kale ma aha ahlul kabaa'ir ku gaalaysiin jiray ma aha ahlul kabaa'ir kiya dadka markaa dambiyada waaweyn la yimaada amaba kuwa ku israaruun gaalaysiin jiray ma aha waxa lagu haystaa ee waxa lagu haystaa faasiq imaam ma noqon karo khaliifana ma noqon karo waajibna waxa ah in hadduu faasiq noqdo ninka xaakimka ay lala dagaalamo haddaa caadilka lala dagaalamaa ma qado xasan ibnu saalix saalix waxaa lagu maagayaa ma aha yacni xaakim caadila ha lala dagaalamo ee waxa uu leeyahay xaakimku hadduu faasiq noqdo oo daalim noqdo
waa waraaba weeyaane dadka ha laga qabto ha lala dagaalamo taasuu qabaa jumcada iyo jamaacada uu tukinayana yaan lagu daba tukan jumca iyo jamaaco midna yaan lagu daba tukan hana lala dagaalamo isaga iyo waxa soo raacaba ha lala dagaalamo inta lagu haystay aa'imadu ku galeen ninkay sidaa u tacninayaane u maagaya waa intaa weyn intaa weeye intay ku galeen ay aa'imadu ku maagaya sidaas aawadeed ayuu ibnu xajar alcasqalaani markuu tarjumaynayo tahdiibu tahdiibka ninka xasan ibnu saalix ibnu xayi la yidhahda alhamadaani waxa uu odhanayaa waxa ugu badan ee ninkan lagu maagay waa masaladaa ku saabsan yacni xaakimku hadduu faasiiq noqdo in la ridaa waajib ah jumciya jamaacatoona in lala tukado ma hana lala dagaalamo arrinka noocaasina waxa weeye salafka qaar ka mid a qabay buu وقولهم كان يرى الصيف يعني كان يرى الخروج بالصيف على أئمة الجور ساسوجه أبو ابن حجر وهذا مذهب للسلف قديم يعني بعض السلف كم ذو أسقنا ذو مذهب سواه الرئيس لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وحويلي yacni waxa weeye arrinkaas markaa lagu haysto oo ah lagu baxo a'imada markaa iyo madaxda dulmiga ee daalimiinta ah waxay ahayd madhab qadiima oo salafka qaarkood qaba laakiin arrinkii ahlusunna wuxuu ku istiqraaray intaa layska daayo oo aan lagu bixinin aan lagu bixin oo lala dagaalamin yacni xukaamta dalamada ee fasaqada ah ee muslimiinta ah markay arkeen inuu arrinkaasi keensaday wax ka daran wacdina waxa ugu fillaa iyo wax wax lagu qaato dagaalkii marka isagaa waqcatulxara iyo wixii madiine ka dhacay iyo ibnulashcad iyo wixii waqcatuljamaajim ka dhacay umuurahaas wixii markaa dhacay waa dhowr iyo lixdankii baa midna dhacday hijriyada sannadii saddex iyo lixdanaad midna waxay dhacday markaa sannadii saddex iyo siddeetanaade taasaa wacdiyo waanaba ku fillay buu arrinkaa waxa uu ku sheegay taadiibu taadiibka tarjumada xasan ibnu saalix baad raajici yacni calaa xasabi xuruuf buu ku socdaayo way iska fududa helitaankaad helaysa marka istiqraarka arrinka ahli sunne xaafid ibnu xajarna saasu u sheegay culamo badan oo kale ijmaac bay mas'alada ku soo rareen oo waxay soo rareen inay culammadu ku ijmaaceen inaan waxa weeye xukaamta fasaqada marka isaga inaan lala dagaalamo culammada sidaas soo rartayna waxaa ka mida nawawi baa ka mida karmaani baa ka mida yacni waxaa ka mida ibnu bataal baa ka mida ahlu cilmi badan baa ka mida imaamu nawawi waxa uu yidhi wa ama alkhuruuju calayhim wa qitaaluhum fa xaraamun biijmaaci lmuslimiina wain kaanuu fasaqatan daalimiin yacni bixista lagu baxayo iyo dagaalanka lala dagaalamayo xukaamta iyo madaxda xaaraan weeye culammada yacni muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin inay xaaraan tahay walow haba noqdaan fasaqa daalimiina haba noqdaane ma bannaana marka isagaa in lala dagaalamo sidaa waxa uu ku yidhi sharx muslimka mujaladka labiyo tobnaad safxadda laba boqol iyo sagaal iyo labaatan buu warkaas ku sheegay imaamu nawawi culamo kale oo ka horaysa oo qaadiciyaad iyo ka mid yihiin oo iyaguna ijmaaciyadaa sheegay baa jira culamo kale oo dambaysay oo iyaguna marka isagaa xaabujayrami iyo marka isagaa sharqaawiya ay ka mid yihiin oo iyaguna ijmaacyada sidaa u soo raray baa jira marka waxa weeye arrinkii ahlu sunna hadduu ikhtilaaf markii hore lahaa ikhtilaafkii waa laga soo guuray oo labadii qowle laysugu khilaafsanaa qowl ka midaa lagu ijmaacay ijmaaca lagu ijmaaco labadii qowle laysugu khilaafsanaa qowl ka midana ijmaac saxiixa weeye oo culammada markaysa waxaad markaa jamaahiirtoodu ay saxiixiyaan oo ay yidhahdaan waa ijmaac muctabar ah inuu qofkii dib u noqdo oo uu yidhaahdo marka isaga ikhtilaafkii waagii horean qalidanayaa qowl ka mida yacni mid saxa maaha weliba marka isaga iyaday acdaar layihiin weliba acdaartaasna ay ka mid yihiin qaarkood inaynay gaadhin axaadiista naahiyaysa oo diidaysa in lagu baxo marka isaga xan xukaamta fasaqada ah maadaama sidaas iyada ay tahay oo masaladaas ijmaacaasi ku sugan yahay axaadiistii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ay ku soo aroortay in la khilaafa ma banaana
oo la yidhaahdo waxa weeye xaakimku hadduu faasiq noqdo ama daalim noqdo, yacnii dulmigiisa iyo fisqigiisa darteed iyo macaasida uu la yimi ayaa lagula dagaalamayaa, wax bannaan ma aha. waxaanay tahay yacnii sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa meesha taallaa, oo haddiiba ijmaaca laga yimaado wixii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xaaraantinimeeyey in cid kale raacis la raacayo loo khilaafaa ma bannaana oo lala yimaada. إمام الشافعي وحول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. مسلمين وحيكو إجماعين اسكوا وافقين كي سنة رسول عدادة بمعنى حديث النبي أو صحيح كو عدادة إن إني حلال وهاي إنه حديث كأغطر قول عدلا هاي إذ الله عدى يدون تانو haddii la yidhaahdo xadiidka nebiga waxaa loo khilaafayaa, markaa waxa weeye a'imada qaarkood oo abu xaniifa yidhi markaa waxa weeye xukaamta fasaqada ah waa lagu bixi kara, ama sheekh ibn kala yidhi, ama waxa weeye waxaa ku baxay yacni markaa culammadii taabiciinta qaar ka mid ah ku baxay oo la dagaalamay, yacni markaa xujo noqon mayso. waayo ilaahay dadka waxa uu su'aalayaa laba su'aalood, يعني مسألتان يسأل عنهما الأولون والآخرون. لبس سؤالات بعضت يهري ضدك دم بمن لو يدين لبدأ سؤالات محي آخر، وماذا كنتم تعبدون؟ محا عبود شفتين حق التوحيد كتاسال لو يدين. وهكذا لو يدين يا ماذا أجبتم المرسلين رسوشي محا وقلت وابتين ثاني ولا سؤال maxaa ugu jawaabteen rusushii waa la su'aal. marka haddii lagu yidhaahdo aakhiro xadiiskii nebigu ma ku soo gaadhay, falyakrah maa ya'ti min macsiyati illah walaa yanzicanna yadan min taaca waanlaa nunaazica alamra ahlahu ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan. axaadiista marka yacni sidaas tilmaamaysaa ma ku soo gaadhay, waa tiraadaha maxaad kaga jawaabtay haddii laga yidhaahdo ma waxaad odhanaysaa ilaahayo sheekh ibn baan dabada qabsado oo igu yidhi waxa weeye waa lagu bixi karaa. ama hadalka sheekh hebel ama aw hebel baad raacaysaa mise hadalka rasuulka ilaahay ayaad raacaysa? sheekh hebel miyaa lagu soo diray oo rasuul la soo diray miyaa, mise waxa weeye nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam lagu soo diray? marka waxa weeye hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadal cid kale in laga horgeeya jaa'is ma aha, ma banaan. falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum cadaabun aliim. waxayna noqonaysaa rasuulkii oo xakam laga yeelo waayey haddii xadiidkiisii inta la khilaafo, yacni sheekh kale la yidhaahdo waa la qallidanayaa. waxay noqonaysaa inaan taacadii rasuulka tajriid loogu samaynin oo aan markaa loo saafi yeelin adeecitaanka rasuulka la adeecayo oo cid kale lala wadaajiyey in la adeeco bini aadam. taaco mustaqilo madax bannaanna ilaahay rasuulkiisa keliya leh, laakiin cid kale daacadoodu waxay ku dabranta oo ku xidhan tahay yacni ilaahay rasuulkiisa adeecitaankay adeecayaan bay ku xidhan. markaa sidaas aawadeed ayaa waxa weeye oo yacni yidhi cabdillaahi ibnu cabaas ura'hum sayahlikuun أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. يعني وحن ملينا يا كون إلا هلاقي دونام سلا يا أبو سواب تنو ملينا يا محيطها وحن كل يا رسول كي إلى هاي وحو يري يقول وحي يقول يا أبو بكر يا عمر وحي له. وبمعنى هذا الرسول كي وحي كهر كان يا هذا أبو بكر يا عمر لي وقل مدى وفضل يا بطنه. haddii arrin halaag sababi kara ay tahay hadalkii rasuulka in laga horgeeyo hadalka abubakar iyo hadalka cumar oo hadalkii rasuulka la qaadan waayo, bal maxaad filaysaa cidaan maqaamka abubakar iyo cumar aan gaari karin haweysanna karin haddii hadalkooda laga horgeeyo hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. marka mas'alada noocaasi waxa weeye waa mas'ala muhima. haddii laga eego xagga marka waxyaalahay daliishadeen qolyaha odhan kara waa lagu baxaya, hadday fasaqe noqdaan fisqigooda darteed baa loogu baxaya.
waxyaalahay daliishadeen waxaa ka mid a qowluhu tacaala laa yanaalu cahdi aldaalimiin. waxaa kaloo ka mida man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. waxaa kaloo ka mida waxyaalahay markaa daliishadeen yani axaadiista markaa kusoo aroortay yani faman jaahadahum biyadihi fahuwa mumin waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mumin ila akhirihi. waxaa kaloo ka mida axaadiistay markaa daliishadeen fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa aaca. waxaa kaloo ka mida markay isaga yani waxyaalahay daliishadeen daa'ifada mumtanicada ah ee sharaa'icda qaarkood yacni inay la timaado diiday waxa waajiba in lala dagaalamo itifaaq baana mas'aladaa ku sugan. itifaaq ayaa mas'aladaa ku sugan. jawaabteedu waxay tahay waxyaalaha in daliishadeen wax xujiy uguma jira. bacdiba xataa waxay daliishadeen faqaatilu latii tabqii xataa tafia ilaa amri illah, oo waxay yidhahdeen waxa weeye hadduu faasiq noqdo waa marka isagaa waa daa'ifa baaqiya, waa fi'a baaqiya, marka kuwii layla dagaalama kama micin mido. calaa kulli xaal waxyaalaha ay sheegeen oo dhami culammadu waxay sheegeen inay xuja ugu sugnay waa mida marka isaga culammada yidhi waa mansuuqa axaadiista xaaraantinimaynaysa, waxaa lagaga jawaabayaa annasku laa yahbutu bilixtimaal baa qaacidadu tidhaahda, waa ilaaba ilaa waa in loo hayaa in axaadiistani ay ka dambaysay bannaynaysaa axaadiista markay isaga xaaraantinimaynaysa inay ka dambaysay waa in daliil loo hayaa. waa midda labaade waa in la jamcin kari waayaa jamci maqbuul ah, labadaa shardi haddaynay uufsamin in markaa la yidhaahdo waa mansuuqo ma bannaan. daliil keensanaya oo tilmaamaya inay ka dambaysay axaadiista bannaynaysa ee caamka ah man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi, gacanta ha ku bedelo munkarku arko, iyo waxa la midkaa inay ka dambaysay daliil looma hayo, waa koo qodobkaasaa ku filan inay mansuuqo ahay. mid labaad baa weliba usii raacay, ka usii raacay waxa weeye axaadiista waa la jamcin karaa oo jamci maqbuula ka suuragal, oo waxaa lagu jamcin karaa waa caam iyo khaasa waa la ysku khasisaya, oo inkasta oo marka mar kasta oo la jamcin karo oo la kulmin karo in la yidhaahdo waa markaa yacni waa la ysku nasakhayaa mid bannaan ma aha, mid bannaan ma aha. axaadiista tilmaamaysa man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi, gacanta ha ku bedelo kii xumaan arkaa, waa caam oo dadkaba caam bay ku tahay. axaadiistan marka xaaraantinimaynaysa in madaxda lagu baxo faasiqiinta ana madaxday ku gaartahay khaas iyo caam, hadday iscaaridaanna culammadu waxay yidhahdaan khaaskii caamka waa la ysku khasisaa siday jamaahiiru ahli cilmi qabaan marka isagaa cilmi usuul fiqina mudawanka ku ah ee lagu taqriiriyo, oo in la yidhaahdo marka waxa weeye caamkiibaa khaaska markaa nasakhaya yacni wax saxiixa ma wax saxiixa ma ah. waa arrin baatila bay culammadu sheegaan inay taasi tahay, in la yidhaahdo caam baa khaas nasakhaya, waayo caamkii khaaska waa la kulmin kara. waxayna qaacidadu tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaai axadihima, labada daliilba in la wada camal siiyo labadaba lagu camal falo baa waxay ka haboon tahay in labada mid la camal tiro oo mid lagu camal falo ka kalena la tuuro, haddana labadaba in lagu wada camal falaa waa suurtoobi kartaa oo la ysku khasisa. waxaa kale oo markaa yacni lagaga jawaabay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi, imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waaljamaaca ayaa wuxuu yidhi markaa gacanta waa ku inkirayaan, laakiin waxa weeye markaa ma laadimsanayso gacanta in lagu inkiraa dagaal ma laadimsanayso. bacdi culammada ka mid a waxay ismoodsiiyeen gacanaha lagu bedelo ilaaba ilaa dagaal baa ka laadimaya bay yidhaahdeen, sidaas aawadeed bay waxay yidhahdeen falyugayirhu biyadihi waxay u taallaa xukuumadda, laakiin dadka kale ee raciyadda ah gacanta iyagu xukuma bedela, warkaasina sax ma ah. ee waxa weeye gacanta in lagu bedelo iyo in la dagaalamaa laba shay oo isku xidhan ma aha, waxaa dhici karta gacantii in wax lagu bedelo haddana aan dagaal dhicin. oo waxaa ka mid aba markaa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi imaamu ahli sunnati waaljamaaca gacantii lagu bedelaya aalaatu lmalaahi iyo asnaamti iyo waxyaalaha lamidka in la gurguriyaa ka mid a, khamrigii in la daadiyaa ka mid a, gacan baa lagu bedelay dagaalna ma dhicin.
kuwa islaynaya in la kala qabtaa kamida gacan baa munkarkii lagu bedelay in islaynta islaynaya kuwa muslimiinta ay waxa weeye markaysa waxa marka waa munkar wala caruur islaynaya soo martay munkar weeye inaad isku daawataa kuma banaa waa inaad kala qabataa munkarka weynaad dadashaa waa inaad kala qabataa gacan baa ku bedeshay dagaal ma dhicin marka ma aha hadii la gacan ha lagu bedelo macnuhu hal dagaal waa inay tahay farqa u dhaxayn karo marna dagaal bay keensan kartaa marna ma keensan karto sidaas awade يعني وحوية دليل كعد ومسألة قطوسين يقعانها اللي قبل دلو مر هو عام وحكامتك مصاب صنعي وكعام سنة أحاديثك لا خصيصي مركب أنا مركب يسألها ما لازم سنة إلا بإلا قعانك بدلك فقال ما لازم سنة فرقة أولا حينك رو ويكرا بحك رو معناها إمام أحمد بن حنبل وشيغين مركب يسألها يعني البربهاري لفتي سنة وحاو كشيغين شرح السنة كتاب تسألها إلا دو كشيغ الإنكار باليد ليس بالصيت والسلاح بورن وكذلك حافظ ابن رجبنا وحاوك الشيغية جامع العلوم والحكم مركو شرح يمن رأى منكم مكرا فليغيره بيد كان السلاسي يد أبا لك ذكوة وكوقت يد مدين ودعضي ساسا ودهد إن شاء الله تعالى يعني حديثك وحاوها هري مركي سلاح يعني الضاقبة هري مركو حنون نقندونا يعني حلقتين وحكت والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك